طبعا بشكركم، بشكر دير جاست على اهتمامها بالمهرجان ده، لانه على مدار السنين فعلا ده مهرجان مهم، وبتلاقي كل الفنانين حريصين جدا انهم يتواجدوا ويشاركوا لما يتم توعيتهم. فهو مهرجان صراحة بيقرب الجمهور وبيقرب الناس من اعمال الفنانين. بس لاني تعبت فيه جدا يعني، عارف يعني، حاسس انه يعني كل الناس اللي تعبت فيه في الاخر، سواء المخرج او المنتج او المسلمين او غيري يعني، الناس يعني شعور حلو ان تلاقي الناس بتقدر التعب ده، وده تكليف او جايزه عدة جوائز الحمد لله. وانا حاسس ان كل المكرمين هنا يستاهلوا، وحاسس ان 2016 هتبقى احسن من حيث المضمون، من حيث نوعيه الاعمال اللي بتتقدم سواء في التلفزيون او في السينما. السينما ازاي كانت بتتفائل في 2016؟